السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بخميس سيد حجاج ولاد براح كل مصطاد، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات تنوري والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. يلا ترجعنا بنات ولاد، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 25 في شهر 5 2023، الخيرات تنوري جميع المشاهدين، وما تنسوش تدعمونا بالشراك. لحم الشمال عند حجاج المنتخب ولحم البقري، وعندو الحانوت في لاكار سيد حجاج بولاد مراح، راجل مخير راجل زين، ذبح البكر هنايا كما تشوفوا معنا. تبارك الله على سي حجاج، نهار زين. شحال الخيرات اليوم تاع الجملي؟ 90 درهم الجملي. 90 درهم الجملي باش يبيعوا هنايا حجاج؟ البقري 80 درهم. البقري 80 درهم، شي حاجه رفيعه ممتازه. لا ما عندي ما نقول، تبارك الله. كما تشوفوا عند حجاج راه عنده الحانوت في لاكار بسيد حجاج ولاد براح، وراجل مخير وراجل صاحبنا. قلت لك 80 درهم البقري والجملي 90 درهم. 90 درهم الخيرات. 20 فرنك، شحال الدروة؟ 20 فرنك 4000 ريال، تبارك الله. وهاد الكبدة تاع الشمال؟ كبدة، آه. 120 درهم، 2400. ياك، تبارك الله. كيما تشوفوا عند حجاج هنايا في السيد حجاج مولاد بس الحاج، مرحبا. هاد الرجل من المشاهدين تونا، نحييوك يا رجل، تحياتي لك يا رجل. السي حسن، مرحبا. كيدير بخير؟ عبد الرحيم خويا بخير، ناشطين الناس صحابنا ودراوش وما عندي ما نقول. الغلميه والبقريه كما تشوفوا الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. تبارك الله. السي عبد الرحيم بقى حليب حليب وطعق. ياك حليب وعلب. لا رضاع العلب اكثر على برا، بقيت عند ما كاينش. سارحه. سارحه والحليب. ايوا شحال باش بعتوا هاد الخيرات؟ 80 كاين البقري كاين الغلميه. 80 80 80 كاين الغلميه. وزعما البقري ما تنقصوش من 80؟ لقطات هذا معتهم عامل معتهم عامل تيقول لنا عبد الرحيم هاد الخيرات وحسن. اهلا وسهلا، مرحبا بحباب. شكرا لك، شكرا شكرا لك. تصلى فيه يا سي حسن. وحسن تصلى فيه. راك الزيارة، هات 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 هذيك ما عندي ما نقول. سير على الله، سير سير اسي والله تبغى تسفي العدو. يلا بالصحة والراحة. شحال بعتي لي؟ 16 صافي. تبارك الله على سي حسن. عبد الله عبد الله. وحنا بوك بوك وانت قلعتو لي الكوطلي تاعيتو. كيف الشحمه الاول ولا هذا؟ ايوا بغيتو تاكلوني انا الشحمه؟ لا دير لا دير. صحتكم انت. انا باقي ما دويتش، انا باقي ما دويتش. نوبه اخرى سي حسن. الله يرحمه. أقول لك شحال بعتي اليوم؟ نعم شحال غتبيع اليوم؟ 80 درهم 16 درهم. والغلمي؟ بحال بحال، وسكر ديال الحباش الحوية كبيرة. ما عندي ما نقول، راه بوك كان يخدم على الغلمي. احنا عارفين. هيا مرحبا بجميعكم، مرحبا. تبارك الله عليكم. تحية للإخوان ديالي في الطاليان. تيشاهدوا قناة زيتون المرجان. مرحبا مرحبا، نحييهم. و سي محمد والاخ حميد بدر بقلب، ونحيوا عائلة هذا كبيرة وصغيرة. تبارك الله عليك سي عبد الله، مرحبا. ياك هاي حجاج، حجاج المنتخب خادم اليوم الجمل. اي تبارك الله. ايه انا تنعرفو، وعندو الحانوت في لاكار في مدينة سيدي حجاج ولاد مراح. اين اين انت؟ تبارك الله. اللحم الجملي كاين اليوم في سيدي حجاج ولاد مراح كيما تشوف، تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون. الزيتون شحال طيوها؟ ايه هذاك راه عرفنا. حيدنا هذا الحاج مشعيب من الحباب تاعنا القدامى والناس من الحباب تاعنا. مرجان تاع الحاج مشعيب مرجان. مرحبا بسي الحاج مشعيب. كي داير عندكم الحمى؟ كي داير عندكم الحمى؟ الحمى الخير موجود. شحال دير الثمن؟
80 درهم قال لك 80 درهم 80 درهم أزين تبارك الله عند خالد والمختار صاحبك ايوا ياك بخير ناصر والله الا الحمد لله نحييوك هذا الراجل اليوم صف منور ياك بركات الله وغنديروا له زلده وغنديروا فقاره ايه يتساهل راه سير مخير لا بلاش صافي السي خالد ورينا اللحمه حمراء واللحمه زينه شحال لا تبارك الله ما عندي مالكون وراه عنده الحانوت في لاكار في سيدي حجاج بولاد مراح عند خالد والمختار صديق تاعي تبارك الله والغلميه شحال دايره هذيك الغلميه 90 درهم 90 درهم اه تبارك الله وهاد البقري 80 درهم ولا جات السوقيه تبارك الله ما عندي ما نقول تبارك الله الحاج مو شايف تبارك الله اي مرحبا لا او يتساهل ويتساهل ياخذها بلا ما يديها احنا نعطيوها مرحبا بك عبد الله وجيلاني تا هو هنايا في سيدي حجاج مولاد تا هو عنده الحانوت في لاكار الظرافات تا هو يخدم حاجه رفيعه سبحان الله عبد الله الظرافات راجل زين هنايا في سيدي حجاج مولاد مراح شحال سي عبد الله اليوم باش بعتي 1600 80 درهم هي اللي كاينه اليوم في سيدي حجاج بولاد مراح تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيت المرجان هذا ولدك سي عبد الله فعلا يشبه لك بزاف كاع هذا عادل كما تشوفوا راجل معلم وما تيهضر ما تيتكلم ما تيسمعش ويلي معلم وكزار وتعرفوه هنا القبيل وراجل ظرافات شحال 16 قال لنا 16 كل غلمي كل بكري هذه الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيت المرجان هذه لحمه الغلمي دابا حد الحولين مليح تبارك الله خد عندهم خد كلاس مصطفى سي احمد بخير الله يحفظكم الله يبارك فيكم هذا مصطفى ولد الحاج محمد الفقير هنايا في سيدي حجاج بولاد مراح حاط في بلاصه تفوه كيما حاط في بلاصه تفوه ديما تيحط هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيت المرجان وراجل ثقيل بحال بوه راجل مخير مصطفى ولد الحاج محمد الفقير وراجل درافات شحال هاد الخيرات الغلميه بشحال بعتيها؟ والبكري بشحال قلتي لي؟ 15 تيقول لنا مصطفى هنايا ب 15 واكثريه مصوبتين ب 16 ويلي هذوك عندهم الحوانت وهذا ويلي كما تشوفوا 15 اللي قال لنا سواقه سواقه حيت ما عندهمش ثلاجه ولا ما عندهمش فعلا هذا الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيت تبارك الله على سي احمد الله يبارك فيك ياك بخير ناشر شحال الخيرات سي احمد 1500 1500 تيقول لنا احمد ود محمد خوه كلهم هادو احباب تونا وهاد القبيل وهاد الاحباب تونا تنعرفهم من زمان وتنعرفوا السلعه المليحه والزينه كما تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيت المرجان والاحباب تونا هو من طبيعي احنا ما دزناش مع بوكم كيدير هاد الراجل بخير ناصر ياك لاباس عليك وشحال الخيرات اليوم 1500 تا هو عنده 1500 هذا الرجل والغلمية كنت خاص بالغلمي كل ساعة وساعتها ياك بخير بعدا امين هذا مصطفى تا هو في سيدي حجاج مولاد مراح عنده الحانوت في لاكار تا هو رجل صاحبنا كي داير بخير ناشط تا هو لحمة حمراء وزينة كما تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيت المرجان والحباب تونا داخل الوطن او خارجي شحال الخيرات السي مصطفى تبارك الله لا تبارك الله اللحمه حمراء 16 قال لي مصوتين عليا اليوم 1600 هي اللي كاينه اليوم في سيدي حجاج بولاد هذا المختار ود الحاج وعزا كما تشوفوا تبع عنده الحانوت في لاكار في سيدي حجاج بولاد مراح تنحييو جميع المشاهدين قناه الزيت المرجان
والحباب تاعنا داخل الوطن او خارجي. اهلا بكم جميعا. وشحال هاد السن مختار بخير؟ 80 درهم غلمي ولا بكري؟ البكري 90 درهم. 90 درهم تيقول لنا الغلمي والبكري ب 80 درهم. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيت المرجان والحباب تاعنا داخل الوطن او خارج الوطن. اللحمه حمراء وزينه. مرحبا. كل شيء بخير. اهلا بخير. بغيت ايه رانا مريض. رانا جيت اليوم. رانا مريض. رانا جيت والله الا مريض. الله يشافيك. مريض الله يكتب السلامه وصافي يا ربي. الله تعالى الله يشافيك. امين يا ربي. ياك تبي خير ناشد الاحوال؟ باقي في الحانوت اخرين كاع؟ باقي الساعه باقي كنسنى مع واحد 10 شويه. دابا الله ينزل البركه. وشحال بعتي لهم البقري؟ 16 والغلمي؟ واخا زايدة شوية ما عليك. يلا الله يسهل عليك يا رجل. خير. هذا مصطفى الريمي معروف هنا بسيد حجاج بولاد مرح، معروف القبيل وراجل ضربات وعنده الحانوت في لاكارب سيد حجاج بولاد مرح. تنحييو جميع المشاهدين واللي يبغى الحسن الحر او زيت العود راه تبقى عنده معروف هنا. اللي قلت لي مصطفى الريمي يلحقوك حتى المحل. مرحبا مرحبا. تبارك الله على السي مصطفى. ياك في خير؟ الله يحفظك. شحال الخيرات اليوم؟ 80 درهم. 80 درهم. كي هناك الحانوت سي مصطفى. كي هناك الحانوت. 80 درهم تيقول لنا سي مصطفى كي الحانوت كي هنا. راه عنده الحانوت في لاكار في سيد الحجاج في المرج. في خير. لاباس عليك؟ شحال هاد البكري اليوم؟ 15. والغلمي؟ 16. الغلمي 15 16 الغلمي 16 والبقري 15. الثمن عنده مزيان. الثمن الثمن الاخر كان يخدم غير الغلمي ولا تيخدم حتى البقري؟ صالح وين كنت تخدم الغلمي؟ الغلمي والبقري. دابا وليتي تخدم كل شيء. هذه شباب خيصه تشري حاجه فتيه. عرفت عرفت عرفت. تشري شي حاجه تاع البقري بحال الغلمي وكاع الدراري كاع هادو حديوا مع هذا الراجل هذا. حديوا معاه حتى الخيرات بسيدي حجاج بولاد مرح. اللحمه حمراء وزينه كما تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيت المرجان. شحال هاد الخيرات؟ لا ما عندي ما نقول. اللحمه لحمه ما عندي ما نقول. تبارك الله الله يود. شحال هاد الخيرات؟ 15 75 الاغلى على المسكين. شي تيكون 80 وشي 75. 15 قلت 15 كما كان هذا الراجل قلت 15 تلبية ب 15 قلت 15. وفعلا اللحمه ما عنديش ما نقول في اللحمه الحمراء وزينه. وتنعرفوا السلعه حيت حنا دايزين في هذه الحرفه تاع الكزاره او تاع المواشي او هذه الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين باش تلحقوا نقولوا شي حاجه ما تنعرفوهاش. تنعرفوا كل حاجه كيفاش. سبحان الله اللي ورانا هاد الخير. عليكم. كي داير هاد الراجل؟ بخير. ناشد. الله يحفظك. شحال هاد الخيرات اليوم؟ 15100 باش كنبيعو 15100. النص تيبيع ب 16 والنص ب 15. هادو يخدموا الضروبات غير بحال الغلمي. لا لا عارف 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 شي حاجه اللي طيب على الكسكاس. انا غادي لا عرفت عرفت. تبارك الله هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. اهلا كي داير بخير؟ لا ما عندي ما نقول. لا بارك عليك ما عندي. تبارك الله يشري. وانت شحال الخيرات انتي؟ بخير ناشط؟ 80 درهم. 80 درهم. تبارك الله. هاد الناس واقفين عندهم ما يمكنش نتلاجيو معاه على الثمن. الله يسهل. مرحبا. هادو كلهم من حباب تونا نعرفوا والديهم وهما وكلهم هاد القبيل. تنحييو جميع المشاهدين قناه زيت المرجان في المكان وحباب تونا. اهلا. وانا ندوي على واش باش غادي الحماشي يطيحوا يقولوا لي كيفاش؟ 13 13 ياك؟ لا ماشي لا تخرج ولا تخرج ولا تخرج ولا تخرج ولا فعلا عنده الشحمه شويه. لا
اييه مرحبا صافي هذا صرعك يتسهل اييه اييه 1300 باش باع لي اللحم ما غاديش يكذب علينا هذا الرجل كما تشوفوا صديق تاعنا من زمان ما حناش يلا عرفناه اييه مع والدينا داز اللي بغى الدجاج بلدي واللي بغى الحولي راه عنده الحولي سام هامس ايه مرحبا هذا الحجم قادر كان يخدم غير الغلبي هنايا في سيدي حجاج ولا تمرح راجل قاتيف واخا كان يقلع عليا كوتليت قبل ما ندير القناة حي الشعبة حي مرحبا بسي الحاج يلا حتى صورنا كان سي الحاج مرحبا امين امين ترضي على ولادهم تهلين بيه تبارك الله على الحجم قادر مرحبا